بكم مشاهدينا الكرام في حصة صريح جدا التي تأتيكم من ولاية سوق هراس. برنامجنا لنهار اليوم يتحدث على كيف يقضي الأولياء أول أيام الدخول المدرسي مع أبنائهم. تابعوا معنا. فرحانة ياسر كي دخلت نقرا، وكنت سعيدة ياسر دخلت قلت السلام عليكم مع أستاذتي، نقرا عند أستاذة سهام، قلت لها السلام عليكم، دارت لنا حصة صغيرة به نرسمه، رسمت أنا شوية، ومن بعدك أعطتنا حصة تعتبر تعبير كتابي، أنا نعرف نعبر، عبرت لها وقالت لنا أقول لي تعبير ولا حاجة خاصة على الإشارات المرورية. وانا رحت حكيت لها حادثة البابا واخويا الصغير. دخلت اليوم هذا به بالنسبة لي، دخلت المعلمة قرينا كتبنا وكان يوم جميل به ياسر. كتبنا الأدوات المدرسية، بعد قرينا شوية ورحنا المطعم، بعد روحنا. إن شاء الله عودة ميمونة في المدرسة، والتقيت الصباح بأصحابي وتلاقيت أساتذتي. كان يوم جميل، كنت فرحان نصف الصباح، رحت نقرأ، شتنا مدام نجاح دار كتبت لنا الأدوات المدرسية، جت النساء هادية كتبت لنا الأدوات وقرينا على درس المرور. يوم عجيب يومي فرحانة، وحبيت حبيت ترجع للقراية من قلبي، حبيت أنه ترجع للقراية. وأني اسمي إيلين، نقرأ في مدرسة الجنائي محمد الكامل. بالنسبة للدخول المدرسي لنهار اليوم، بعد ما كانوا التلاميذ في عطلة دامت 3 أشهر، وبعد الاستراحة واستجمام وتحواس، اليوم الدخول كان يعني جد رائع. بعد ما دخلوا التلاميذ في المدارس تاعهم، ونتمنى عودة رائعة وجيدة لكل التلاميذ. الحمد لله، دخول المدرسة 2024 و2025، ونتمنى إن شاء الله سنة يشدوا إجتهاد، وعند أولاد الحمد لله وجدنا لهم الملابس، وجدنا لهم فيما يخص دخول المدرسي، ونتمنوا إن شاء الله النجاح والتوفيق لأبنائنا، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. دخول المدرسي موفق للتلاميذ، دخلوا بعد عطلة دامت 3 أشهر، لعبوا زهاو حوسوا، دركا جت مرحلة جد يقرأوا على أرواحهم وحطوا على أرواحهم وفرحونا نحن الأولياء. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تناول عبد الحميد، عندي الأبن تاعي يزاول الدراسة تاعو سنة أولى إن شاء الله يعني لنا في المدرسة هذه، والحمد لله الدخول كان نقدر نقول يعني دخول موفق ومنظم، وتم يعني في أجواء جد جيدة. وبعد يعني بعد ما روح الابن تاعي يعني كان فرحان، ونحالية التخوف هذاك من الدخول تاع اول نهار، يعني يقولوا لاباس الحمد لله. رونتري شويه جات شويه سي ان بو فاتيغون، باسكو بالك لازم الاولاد الصغار باش يعرفوا بالبروغرام الجديد، وكيما هنا لي فونكسيونير دي طاعه بالك لازم تخلي لو ترافاي تاعك وتجي اشاك فوا، ثم شويه مي الحمد لله لا رونتري فاتت نورمال ملاحة. ولي وي طونك بارون ديلاف لا رونتري راهي بالنسبة لي انا قلت لك شوية تعبتني، باسكو فونكسيونير ديتا لازم شوية لازم لك شوية تخلي الوقت، عندها ديزونفاشمون وتجي بعد تعرض لولدك ايتو وتديه يروح، مي افيك لو طون تولي لا روتين تولي نورمال الحمد لله. مي الاولاد راهم فرحين كيما انا طفلة بنتي تقرا تروازيام اني الحمد لله، راهي كانت بريباري بسيكولوجيكمون باش دير لا رونتري تاعها والحمد لله. كولي تلميذ بالنسبه للدخول المدرسي تاع اليوم عاد موفق، يعني بعد 4 أشهر من العطله السنويه
رجعوا الاولاد فرحانين. يعني عدى نهار مليح الحمد لله. ربي يوفق ان شاء الله جميع الطلبه وجميع الاساتذه في السنه الدراسيه المقبله ان شاء الله. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. انا ابني الاكبر اليوم بدا الدراسه بعد 4 أشهر من عطله الصيف. كانت دخول المدرسه كان ممكن صعب شوي، مي الحمد لله جازت بكل عادية كسنين سابقة الحمد لله. نتمنى التوفيق والنجاح لأبنائنا الصغار إن شاء الله. السلام عليكم. كانوا الأطفال في عطلة، من بعد مع دخول المدرسة هذا جتهم شوية الأيامات هذه عندهم شوية لاستريس. الأولى تاعنا دخلناهم اليوم، مازالوا ما ولفوش بدخلة، إن شاء الله من السمانة يبدأ يوالفوا. باش كان التعامل تاعك معهم اليوم؟ باش فوت نهارك؟ كانت فرحة كبيرة، هم فرحين باللباس وبالمحفظة، فرحين حابين غير يقروا. دخول المدرسة هذا دخول مبارك على تلاميذ. احنا ولادنا تقدروا تقولوا جيتهم هكا شويه نهار الاول هكا جيتهم شويه ستريس تكا واحد احسن بالدخله واحد كانوا في عطله منا، انما درك الحمد لله يا ربي وليداتنا رانا راهم شغل صايي والفوا بعضاهم والحمد لله يا ربي، وراح نشرو لهم ان شاء الله الادوات المدرسيه وما كان والو.